بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤولي الفرع الطبي بجامعة تكساس سيستم الأمريكية سبل التعاون المشترك في مجال البحث العلمي بقطاع الرعاية الصحية مع الجانب المصري ممثلا عن جامعة بادية الخاصة. وخلال الاجتماع دعا رئيس الوزراء إلى الإسراع في تنفيذ المركز البحثي بين جامعة بادية وجامعة تكساس سيستم في أسرع وقت، مؤكدا دعمه الكامل لتسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء هذا المركز. وأضاف مدبولي إلى أن الحكومة المصرية لديها اقتناع تام بأن القطاع الخاص سيقوم بدور رئيسي في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى التوسع في إنشاء المزيد من الجامعات والمراكز البحثية. كما أعرب مدبولي عن تطلع مصر إلى بناء المزيد من الجامعات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب التي تلتحق بالجامعات المصرية سنويا.